يعني احنا كلنا بنحاول نفرح يعني، بس هو طبعا الفرحه بتبقى ناقصه يعني، اكيد الحزن مالي كل النادي الاهلي يعني، يمكن دموع كابتن خالد العوضي عبرت عن كلنا يعني. احنا بنحاول نفرح وبنحاول نخرج من اللي احنا فيه كواجب قدام جماهير النادي الاهلي عشان يساعدهم، ولكن صدقوني كل واحد في الملعب فرحته مش كامله، فرحته ناقصه بغياب العامل فاروق. طبعا نتمنى له الرحمه والمغفره وكلنا بندعي له طول الوقت يعني. اكيد دموع كابتن خالد العوضي دي ما جاتش من فراغ يعني، اكيد هو الراجل يعني حاسس بافتقاد كبير لرجل مخلص كان للنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضرتك كان بيهتم بتفاصيل كتيره جدا. يعني ان شاء الله يعني نتمنى له الرحمه ونفضل نترحم عليه وهيفضل الوضع ده. بس انا عايز اعلق على صوره كانت موجوده دلوقتي، وهو وجود طبعا كابتن هشام العمري اخو العمري فاروق، دكتور هشام العمري ده كان طبعا اكيد يعني كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي فتره من الفترات في غياب يعني، كان كابتن عمرو بره المجلس ولكن دكتور هشام العمري كان جوه المجلس، وشفنا الصوره دي وهو يلتقط الصوره التذكاريه. هو كان معانا برضه في بطوله العالم، هو كان في كل حاجه، وكان كمان دكتور هشام متابع بشكل كبير، والنهارده شفناه في ارض الملعب. نعم شفناه في ارض الملعب النهارده وبيتابع وبيكمل مسيره اخوه العمري فاروق. نروح لسالة حامد ولقاء مع الدكتور هشام العمري فاروق صلاح مع الدكتور هشام العمري. اتفضل يا فاروق. هو كان معانا في الجديد ده، برحب بيك يا كابتن هيثم وبرحب بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. داخل جدران النادي الاهلي ناس اخلصت حبا وعشقا للكيان، عمرهم ما يكون مكانهم طي النسيان، اسمهم اتحفر في قلوبنا وفي كل مكان داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. معالي الوزير العمري فاروق قد تكون قصته قصه حكايته حبه للنادي الاهلي انتهت، ولكن حب وعشق عائله العمري فاروق للنادي الاهلي واخلاصهم للنادي الاهلي لن ولن ينتهي. معي في هذه الاثناء الدكتور هشام العمري. دكتور هشام برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وقبل ما بارك على السوبر عايز اتكلم على جمهور النادي الاهلي. صوره كلنا لمست قلوبنا، العمري فاروق لن ننساك، رجل اخلص للكيان. انا عايز اقول الاول بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نتكلم على اي حاجه انا عايز اقول الحمد لله والشكر لله وكلمه العمري فاروق بعد كل فوز. جمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، مش هينفع ان احنا نوفي حقه. هو بعت رساله لكل فرد داخل جدران النادي الاهلي ان لابد ان تخلص لهذا الكيان كي نخلد اسمك. هم خلدوا اسم العمري فاروق، العمري فاروق اصبح حبيب الاهلاويه باخلاصه لهذا الكيان. انا بشكر جمهور النادي الاهلي جدا جدا، ومفيش كلمات تديهم حقهم تحت اي ظرف من الظروف. بجد هم كلهم على راسنا وعلى راس عيله العمري بالكامل، وكنت اتمنى ان هو يكون موجود ويشوف هذا الحب. بشكر لعيبه النادي الاهلي على لمستهم الطيبه لينا، دخلوا على قلبنا الفرحه، والنادي الاهلي طول عمره متعود ان هو يدخل الفرحه في كل البيوت الاهلاويه. بشكركم جميعا وبشكر نجوم الاستوديو، بشكركم على كل حاجه وكتر خير حضراتكم جدا جدا جدا. انا اعذروني انا مشاعري متداخله كلها في بعضها، سامحوني يعني. دكتور هشام وجودك للمرة الثانية بالأمس السوبر للسيدات والنهاردة موجود، عايز تقول إيه؟ عايز توصل إيه؟ وعايز تقول للمعالي الوزير رحمة الله عليه العمري فاروق، عايز تقول له إيه؟ عايز أقول أنت موجود وهتفضل موجود إن شاء الله، وجماهير النادي الأهلي أعلنت ده وإحنا بنعلن ده، إن شاء الله مكانك موجود وإحنا في ظهر كل فرق النادي الأهلي بإذن الله رب العالمين. ربنا يكرمكم والف الف مبروك، كتر خيركم. عايز اختم معاك، مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب قرر اقامه حفل تابين لمعالي الوزير العمري فاروق واقامه تمثال للعمري فاروق. اعتقد اقل ما يقدم للعمري فاروق وتقدير مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب لكل رجل اخلص في حب النادي الاهلي، اعتقد في الصفوف الاولى يقف معالي الوزير العمري فاروق. اولا انا عايز اشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. كابتن محمود الخطيب ما سبناش من اول يوم العمري رحمه الله عليه تعب ودخل في الغيبوبه من داخل النادي الاهلي، و 80 يوم الكابتن محمود واسرته بالكامل بيسالوا علينا ومتواجدين معانا في المستشفى. ف وده مش بعيد على 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 راجل يعني بقيمه الكابتن محمود الخطيب. ما سابوناش مجلس الاداره كله، ما سابوناش الحقيقه. تكريم العمري فاروق الحقيقه هو رساله من مجلس اداره النادي الاهلي ان لابد من ان تخلص لهذا الكيان، هي نفس رساله الجمهور النهارده في كل مكان، حتى في ماتش البلديه في استاد القاهره كره القدم، وامبارح والنهارده
في الطايره رجال وامبارح في الطايره سيدات، هي نفس الرساله ان لابد من تخليد كل من اخلص لهذا الكيان. انا بشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، بشكر النادي الاهلي، بشكر الجماهير العظيمه دي. انا مش عارف احنا ايه اللي نقدر نعمله غير ان احنا نخلص ونخلص ونخلص لهذا الكيان من اجل استمرار هذا الحب. وده حق الناس على عيله العمري ان احنا هنفضل نخلص لهذا المكان، وان شاء الله يا رب العالمين احنا موجودين زينا زي الجمهور في ظهر كل فرق النادي الاهلي. ومكان العمري فاروق عمره ما هيفضى. دايما كان بيبقى في مكالمه بينك وبينه بعد كل بطوله، كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لي دايما خليك فرحان ودايما خليك واثق، علشان انا بقى دايما قاعد على اعصابي. دايما كان يقول لي رساله واحده بسيطه جدا، الاهلي بيكسب، الاهلي بيفرح، خليك بس انت واثق من كل دوت. انا كان دايما في مكالمه بيني وبينه بعد المباراه، انا اللي بكلمه بقول له انا عايز اشوفك دلوقتي عشان عايز ابوس راسك، وانا النهارده دلوقتي كنت اتمنى ان هو يكون موجود عشان ابوس راسك. اشكرك يا دكتور، ربنا يرحمه يا رب. شكرا جدا والف مبروك للنادي الاهلي، وشكرا لحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله على الابواب. كابتن هيثم، لقاء من اللقاءات اللي ختمها تقدر تقول لن ننساك العمري فاروق، رجل اخلص حبا وعشقا واخلاصا للنادي الاهلي، وزي ما قلنا داخل جدران النادي الاهلي هتفضل في رموز اسمهم اتحفر في كل مكان. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد.